الأجيال ما زالت على العهد والوفاء للأسرى في سجون الاحتلال. هذه الحشود من الطلبة هنا في مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية للبنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، كتبوا اليوم رسائلهم للأسير المناضل كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن حملة أطلقتها وزارة التربية والتعليم ونادي الأسير تتضمن كتابة 40,000 رسالة من طلبة المدارس في محافظات الوطن وإبراقها للأسير كريم يونس. هذه الفعالية إطلاق حملة في مدارس جنوب نابلس من أجل رسائل محبة وعرفان للأسير كريم يونس، 40,000 رسالة وصور معبرة لهذا الأسير الذي أمضى كل حياته داخل السجون من أجل حرية شعبنا، فكل احترام والتقدير لأسيرنا القائد كريم يونس. وتضمنت هذه الفعالية إلقاء الكلمات التي تؤكد على البقاء على العهد والوفاء للأسرى في سجون الاحتلال وتسليط الضوء على مسيرة نضال الأسير كريم يونس. محافظة نابلس كغيرها من محافظات الوطن تنظر إلى حرية الأسير كريم يونس بأنها بارقة أمل لكل الأسرى الفلسطينيين، بأن إرادة الأسير الفلسطيني أقوى من السجان، وعنفوانه بالتأكيد سيحطم قيود السجن. الحملة التي جاءت تحت عنوان 40,000 رسالة وفاء من طلبة فلسطين إلى عميد الأسرى كريم يونس أطلقت قبل أيام في كل محافظات الوطن، حيث سيتم اختيار 20 رسالة كتبها الطلاب من مدارس الوطن وسيتم تسليمها للأسير كريم يونس في حفل استقبال بعد الإفراج عنه في 5 من كانون الثاني في بداية العام المقبل. الهدف من هذه الحملة هو التعريف بمعاناة الأسرى في داخل السجون، ونحن نتحدث عن كريم يونس أمضى 40 عاما. هذا اليوم نحن في حوارة ضمن هذه الحملة، كما تشاهد المئات من الطلبة يستمعون إلى نضال كريم يونس وحياة كريم يونس، وهذا إن دل على شيء يدل على أصالة هذا الشعب وعلى تقدير هذا الشعب للمناضلين والأسرى في سجون الاحتلال. يعني بالتأكيد هي رسالة تخرج من أجيال صاعدة، وهذه الرسالة أن تقول للأسرى أننا كلياتنا يعني لن ننسى الأسير ولن ننسى الجريح ولن ننسى الشهيد. بالتأكيد هذه أجيال تربط على الوطنية، وبالتأكيد ستصل هذه الرسالة وستقتحم داخل أسوار كل السجون لتقول للمعتقلين أنتم لستم وحدكم. ويعتبر الأسير كريم يونس واحدا من أسرى الدفعة الأخيرة من قدام الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو الذين طالبت القيادة الفلسطينية بالإفراج عنهم بموجب تفاهمات أبرمت مع دولة الاحتلال التي تنصلت من الالتزام بذلك. 40,000 رسالة من طلبة المدارس في فلسطين يبرقها الطلبة من كافة أنحاء فلسطين إلى الأسير المناضل كريم يونس، والذي سوف يرى النور بعد 17 يوما وبعد قضائه 4 عقود خلف سجون الاحتلال الإسرائيلي. من بلدة حوار جنوب نابلس، بدر أبو نجم، تلفزيون فلسطين.